محدش يجي يطعن ويقول لك لا انتوا عمالين تتهموا السعوديه وبلاد الحرمين اشرف من ذلك. طبعا طبعا اقسم لكم بالله العلي العظيم اني اربأ ببلاد الحرمين الشريفين ان تقع في هذا المستنقع من القذاره والمعاصي والذنوب. انتم الوحيدون على ظهر كوكب الارض اللي عندكم مكه والمدينه، فليه؟ ليه ما حافظتوش على الاقل ارثوا الاجداد؟ بلاش بقى نقول لكم الدين والدعوه والشريعه والتوحيد، ارثوا الاجداد. ستسقط علينا لعنات الله تبارك وتعالى اذا وجدنا وراينا هذا المنكر ولم نتكاتف جميعا لمنعه، كل منا حسب استطاعته حسب جهده. طبعا ده في بقى كارثه اخرى لا تنفصل ابدا عن الحدث وعن الزمان، انه في الوقت التي تجري فيه دماء المسلمين انهارا والناس يموتون جوعا، اطفال ونساء من بني جلدتنا ومن ديننا ومن ابناء عروبتنا، احنا بنعمل الكلام ده؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبر صادم ومؤلم ومفجع، لكن في الحقيقة لما بنشوف السياق العام وما آلت إليه بلاد الحرمين الشريفين سرعان ما يزول الألم، ولا نملك إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. الخبر في الحقيقة يعني تأكد من مصادر كثيرة جدا، عشان ما حدش بس يجي يزايد علينا ويقول لك انت شفت بعينك ولا مش عارف ايه. الخبر تأكد من مصادر كثيرة جدا، بل وفيه فيديوهات، وانا في الحقيقة مش عارف يعني متردد يعني ابثها عليكم عشان المصداقية، ولكن فيها محتوى يعني قذر، يعني صور سيئة جدا. لذلك أنا يعني هرجو من إخواني إن هم يعني يحاولوا كده يعالجوا الفيديو بشيء من طمس هوية الستات العرايا دول، يعني عشان ما فيش حاجة تظهر، بس عشان الخبر يبقى فيه مصداقية. هو إيه الخبر بقى؟ تعالوا نشوف الخبر. الخبر نشرته وكالة فرانس بريس. السعودية تنظم أول عرض أزياء تاريخي لملابس السباحة. إنا لله وإنا إليه راجعون. آه والله. السعودية تنظم أول عرض أزياء تاريخي لملابس السباحة، والذي أقيم في اليوم الثاني من أسبوع الموضة في البحر الأحمر، الافتتاح في منتجع معرفش ايه، تخيلوا عرض ازياء لملابس السباحه، وطبعا للنساء. خد بالك اوعى تكون فاهم ان ده عرض ازياء للرجال، لا لا لا، ده عرض ازياء للنساء. وطبعا السؤال البديهي اللي ممكن حضرتك تساله هو اصلا في السباحه يعني الستات اللي زي كده هم بيلبسوا حاجه؟ يقول لك اه، ما هو بيبقى في حاجات كده بيستخدموها وهم قاعدين على الشاطئ وهم تحت في المية، فبيعمل لك بقى عرض أزياء، إيه اللي ينزل بيه المية وإيه اللي ما تنزلش بيه المية وإيه اللي كذا. فأنتوا متخيلين بقى عرض الأزياء هيبقى عامل إزاي، مش كده؟ لا، عشان برضو للمصداقية محدش يجي يطعن ويقول لك لا أنتوا عمالين تتهموا السعودية وبلاد الحرمين أشرف من ذلك. طبعا طبعا أقسم لكم بالله العلي العظيم إني أربأ ببلاد الحرمين الشريفين أن تقع في هذا المستنقع من القذارة والمعاصي والذنوب، فبلاد الحرمين أطهر من ذلك وأشرف من ذلك. لكن شوفوا مين اللي بيعبث بتاريخ ودين وعظمة بلاد الحرمين الشريفين، من الذي يعبث بهذه البلاد وبفخر وبمصدر عزها وكرامتها؟ عشان تتأكدوا، أنا بس هنزع لكم كده، هنحاول إن احنا نضلل الصورة ونبينش حاجة، بس تسمعوا الصوت حتى على الأقل عشان تعرفوا إلى أي مستوى
وصلت له للأسف الشديد بلاد الحرمين. انبسطت فيكم كتير وفي حضوركم اليوم. يوم افتتاح فاشن ويك ريتسي. شكرا جزيلا لهيئة الأزياء ووزارة الثقافة على ثقتهم. أتمنى أني وفقت في هذا الفاشن شو. المكان رائع والجهود جبارة وعظيمة. بالمناسبة ده اللي انتوا سمعتوه دلوقتي ده حاجة تانية غير اللي هو موضوع التاني. طبعا مش هينفع نزيعه أصلا، يعني صعب لأنه ما فيه الصوت، هو صور بس. والسؤال بقى ليه؟ يعني إيه اللي ناقص بلاد الحرمين عشان تقلد بقية العالم الوحش؟ العالم كله وحش بما فيه دول إسلامية كتير. العالم كله مليان فساد وانحراف. أنتم الوحيدون على ظهر كوكب الأرض اللي عندكم مكة والمدينة. فليه؟ ليه ما حافظتوش على الأقل إرث الأجداد؟ بلاش بقى نقول لكم الدين والدعوة والشريعة والتوحيد. إرث الأجداد، مش المملكة طول عمرها بتتفاخر بأنها قلعة التوحيد، قبلة المسلمين، مهبط الوحي، ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده كل ده؟ طب ليه ما نحافظش على ده؟ يقول لك يا عم احنا محافظين ايه، مكة حاجة والمدينة والرياض بقى والناس بشواطئ البحر الأحمر حاجة تانية. لا طبعا ما ينفعش، انت ما فصلتهاش. يعني ليست دولة واحدة، أليست هي دولة واحدة؟ فما ينفعش ان احنا نفصلهم عن بعض. فيعني من المستفيد من ذلك؟ هل الناس العراه دول يعني مش لاقيين مكان؟ لا بالعكس، ده الأماكن النتنة كتير جدا جدا يعني في كل داهية. المفروض أنتم تتميزوا بهذا الذي حباكم الله تبارك وتعالى به من نعم، وإلا فوالله والله المسؤولية كبيرة جدا جدا جدا. يقول تبارك وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ستسقط علينا لعنات الله تبارك وتعالى إذا وجدنا ورأينا هذا المنكر ولم نتكاتف جميعا لمنعه، كل منا حسب استطاعته حسب جهده. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. نحن أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنتم بلاد الحرمين. طبعا ده في بقى كارثة أخرى لا تنفصل أبدا عن الحدث وعن الزمان، إنه في الوقت التي تجري فيه دماء المسلمين أنهارا والناس يموتون جوعا، أطفال ونساء من بني جلدتنا ومن ديننا ومن أبناء عروبتنا، إحنا بنعمل الكلام ده؟ يعني مفيش خجل، مفيش خوف من الله عز وجل، مفيش خوف من ربنا خالص. إنا لله وإنا إليه راجعون. إلى الله المشتكى. يا إخواننا، والله إزاء هذا المنكر الذي يتباهى به صانعوه ومعدوه ومصدروه ويتفاخرون به، واجب على كل إنسان مسلم أن يعلن براءته أمام الله عز وجل من هذا المنكر. فيا أهلنا في السعودية، يا أهل الدين والمروءة، يا من تحبون الله وتحبون دينه، وانا عارف ان الشعب السعودي كله شعب محب لله ولرسوله ولدين الله عز وجل، وان القلة الحقيرة القذرة التي تنشر هذا الفساد لا تعبر حتى عن السعوديين اصلا، لكن واجب على كل الشعب السعودي وعلى كل إنسان مسلم يرى هذا المنكر أن يقول: اللهم إن هذا منكر لا يرضيك، اللهم إني أبرأ إليك منه. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.